اليوم رح نتابع بالثري فيز ريكتيفاير. المرة الماضية بنينا ثري فيز ريكتيفاير لو تتذكروا، هنحط كنترول ريكتيفاير. خليني أقسم أول شيء هون، استعملنا من الثري فيز كنترول ريكتيفاير، استعملنا 6 SCRs او 6 هارسترز. هون عم تطلع معي البوزيتيف والنيجاتيف، هذا هون الاوتبوت والريد اوت. تذكروا حطينا ريزيستيف لود مره هون، هذا هون عندي هاي الثري فيزز نسميهم R S و T. راجعوا في السيل باور سيستم هم بيستعملوا A و B و C. بصير هلا في عندنا احنا 6 SCRs، هذا طبعا 3 فيز 6 بلس فولي كنترول. لحد هون ما في مشكلة، هلا مشكلتنا الأساسية البلسز اللي كنا بدنا ناخذهم من الـ 6 بلس سينكرونايز 6 بلس جنريتر. هلا إذا بنروح على سيم باور سيستمز، في عندنا كنترول بلوك، كنترول بلوكس. أحد هذه الكنترول بلوكس كان شيء اسمه سينكرونايزد، لأنه هو لازم يعمل سينكرونايزيشن مع الفولتجز، سينكرونايز 6 بلس جنريتر. والاوتبوتس اللي كان طالع منه كان طالع منه 6 اوتبوتس، او كان هو طالع منه خط للماكس، والخط هذا كومبلكس سيجنال فيها 6 بلسز في خط واحد، يعني زي كومباوند سيجنال. بعد الداخل عندي كان السينكرونايزيشن بلسز على شكل سيجنالز، نحط نفس الشيء هون، هذا هون اشاره سيجنال، وداخل عندي هون اللي هم كانوا اي بي بي سي سي اي، او اذا بدنا نربطهم بالترمولوجي اللي هون اللي هي عباره عن ار ماينس اس، اس ماينس تي، تي ماينس ار. هذول كانوا سيجنالز، ولاحظ هذول سيجنالز فلازم اخذهم من فولتج ميجر. كان عندي هون إشارة اسمها بلوك، وكنا نحطها هون، كنا نحطها زيرو ولا دوت بلوك يعني. وكانت عندي هون الفارق أنجل، الفارق أنجل ألفا، كنا نحط تقريبا معينة مثلا 30. شو كان عندنا؟ كان عندنا إنبوت ثاني 30. هلا المشكلة الأساسية اللي واجهتنا إنه 6 بلسز هذول اللي بيطلعوا منهم أكيد بدي أوزعهم على 6 اس سي ارز اللي هون، هاي اللخبطة اللي صارت معنا ما كانش واضح. اللي رح أشرحه الآن رح أوضح لكم الفكرة الأساسية ورا البلسز هذول، كيف رح نعيد ترقيم هذول الاس سي ارز بحيث يكونوا متوافقين مع هذول 6 بلسز. بعدين بعد هذه المحاضرة رح ناخذ رح نرجع على السيم باور سيستمز ورح نشغل السيستم ونربطه زي ما احنا رح نشوف. إذا هلا هذول البلسز A B راح تكون عبارة هي عبارة عن سيجنال جاي من R minus S، فراح آخذ R minus S، يعني هذه عبارة عن الـ 9 voltages. فهذول الثلاثة راح نمثلهم هم الـ 9 voltages مش الـ phase voltages. خلينا الآن نرسم، خلينا نرسم R و S و T وناخذ فكرة عن الـ sequence تبع الـ supplies هذول، مين بيكون positive ومين بيكون negative بالأول. أول شيء بدنا نشوف، خلينا ناخذ هذه مثلا استعملت الوان ترسم اللاين دكتور. نعم بدي ارسم الفيز، هلا بدي ارسم اول شيء الفيز فولتج بعدين راح احكي عن اللاين. احنا الاتفاق او الكونفنشن الاصطلاح اللي اصطلحنا عليه ار راح يمر في الزيرو، راح يكون هو زيرو ديجريز، هيك احنا اصطلحنا بالضبط، راح نضل ماشيين على هون. فراح اخذ الان هي عندي هون، راح اخذ ار
راح اخذ R هذا راح اخذه R او A ديسكتايز باور سيستم. بعدين راح اخذ S 1 2 3 4 عشان 120 درجه 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 واخر مرة عندي 1 2 3 4 5 6 صار عندي 1 2 3 4 5 6 وبعدين 1 2 3 راح يجي عندي الاس هون اكمل 1 2 3 2 هاي عندي اس ناخذ دي بعض الغير اللي عم برسمها انا هقول فيز فولتجز وهذا عندي بي باصطلاح السيم باور سيستمز واس باصطلاح الباور. هلا بناخذ التالي بناخذ الازرق رح يكون لاجي بيهايند اس بمقدار قديش؟ تي تي ايش علاقته باس؟ 120 درجه 120 يعني 240 نقاط يعني 120 كمان 120 1 2 3 4 سنو رح يكون الزيرو كروسنج 1 2 3 1 2 هذا راح نسميه T باصطلاح الباور و C باصطلاح السيل باور سيستمز. هلا خلينا نعرف الشرط المهمة قبل ما اجي على الـ R ماينس S و S ماينس D. هلا وصلنا على ما عم تيجي ما عم تبين. إذا الآن عندي هذول A و B و C هلا إذا نطلع أول بيك بتيجيني وين؟ بالآر آر بوزيتيف بعدها مين البيك اللي بتيجيني؟ تي تي اللي كانت عم تسميها هون تي داش بعدها مين البيك اللي بيجيني بعديها؟ إس بعدها مين بيجيني بعديها؟ أربعة بعدين بيجيني بعديها؟ تي وبعدين بيجيني بعديها؟ بس بوكس لو بدي احط هدول البلسز بالترتيب هلا هذا البلس جنريتر رح يعطيني الاوتبوتس سينكرونايز مش مع ار اس تي مع ار ماينس اس اس ماينس تي تي ماينس ار بس رح يمشي بالترتيب هذا رح يمشي بالترتيب ار تي بار اس ار بار تي اس بار وراح يكمل مره ثانيه لانه بده يرجع من هون مش هيك فراح يكون بعديهم ار تي بار اس ار بار تي اس بار الى اخره. اذا عندي كانه البلس اول بلس رح تيجي على مين؟ رح تيجي على وثاني بلس رح تيجي عندي هون رح تيجي على تي بار. فحرقم هذول بنفس الترتيب اللي رقمناهم فيه مش زي ما رقمناهم المره الماضيه، رح اقيمهم بنفس ترتيب البلس اللي رح تيجي فيه. فراح اسمي هذه واحد راح اسمي هذه اثنين راح اسمي هذه ثلاثة راح اسمي هذه أربعة بعدين ايش بيجي عندي؟ خمسة وآخر شيء ستة بعدين برجع مرة ثانية على واحد. إذا البلسز راح تطلع من هون بهذا الترتيب أول بلس رح تكون مع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولو جيت وحطيته على هاي السيجنال من هون حطيته أوسيلوسكوب هلا بإمكانك على فكرة هون بدون ما تستعمل مالتيبلكسر دي مالتيبلكسر بإمكانك تحط في سيم باور سيستمز تحط سكوب وإذا حطيت سكوب على هدول هلا بدك ترجع تشوف الكونفنشن تبع الألوان وراح نعمله هلا بالتجربه راح نعمله هناك، راح تشوف الكونفنشن تبع الالوان، الالوان راح تقول لك مين اول سيجنال لونها اللي هي اصفر بتكون. وثاني سيجنال ماجنتا، وثالث سيجنال ساين، في ترتيب معين انا راح افرجيكم اياه، بترتيب السيجنالز اللي بتطلع من هون بامكانك تشوف البلسز هاي بتطلع بهذا الترتيب. في مشكله واحده. البلوك هذا ما بطلعهم واحد لسته، بطلع اثنين لخمسه وبعدين بطلع اثنين لسته وبعدين بطلع واحد. فلو جيت فرست هدول البلسز من هون وفتحتهم على مالتي بلكسر
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، راح ألاقي إنه طالعين هم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد. هيك الكونفنشن، هيك هو الكونفنشن، هيك هيك صمم هذا البلوك، هيك عمله بهذا الشكل. يعني بدل ما يبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد، بدل ما ياخذهم من هون لهون ايش عمل؟ اخذهم من هون لهون. ولذلك اذا تيجي تطلع حتلاقي انه هاي البلس هي البلس اللي ان سيكونس مع تي بار، وهاي البلس اللي هي ان سيكونس مع اس. واذا بتحطهم هلا على الاستوسكوب راح تلاقي انه البلس جايين بهذا الشكل 60 درجة بينهم طبعا، لأنه عندي ست بلسز ب 360 درجة، 1 2 3 4 5 6، بعدين بتلاقي لو طلع مرة ثانية 1 2 3 4 5 6. هلا هم بالترتيب الصحيح، بس أول واحد مش واحد، أول واحد اللي بيطلع بعمل البلوك 2. ولذلك احنا الآن إذا بنعمل دي مالتبلكسر 2 هذا وين باخذه؟ باخذه على 2 اللي موجود هون. 3 وين باخذه؟ باخذه على 3 هون. 4 وين باخذه؟ باخذه 4 هون. 5 باخذه هون. ستة باخذه هون، وبعدين اخر شيء اللي هو واحد بجيبه هون. هلا هذا هو خطا، يعني هو يمكن اصطلاح، بس اصطلاح بهذا البلوك. انا لو ببني هذا البلوك، لو انا عندي هذا بقدر اغيره، بغير الواحد بحطه فوق، بحطه اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ماشي. هذا متفق، وهذا هو سبب المشكلة اللي واجهتنا المرة الماضية، إنه أنا كنت أفكرهم إنهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، طلع لا. والأحسن الآن إن إحنا نرقم بهذا الشكل، فراح نرقم إحنا هذول الإس سي آرز بهذا الترتيب، راح نرقمهم واحد اثنين، ولما نيجي على الإنفرترز الانفرتر شو بيعمل؟ بحول من ايش؟ دي سي لاي سي. الريكتيفاير شو بيعمل؟ من اي سي لدي سي. بس رغم ذلك رح نيجي على بريدج في ترانزستور مش ثيرستور، لما نيجي على الانفرتر هلا هان عم بحول من ايش؟ عم باخذ اي سي من هون، وايش بطلع؟ كنترول دي سي من هون. الانفرتر شو رح يعمل؟ رح يعمل العكس، رح ياخذ دي سي، رح يكون في 6 ترانزستور، رح يطلع لي ثلاث خطوط، وخطوطها رح تكون اي سي. هناك كمان الترقيم رح يكون 1 2 3 4 5 6. واضح؟ إذا رح نحافظ على هذا الترتيب، الترتيب اللي هو 1 2 3 4 5 6. الشيء الوحيد اللي نتذكر انه سينكرونايزد 6 بلس جنريتر، ما بطلع لي الاوتبوت 1 ل 6، بطلع لهم 2 ل 6 بعد الوقت. هذا الصلاح لهذا البلوك، انت بامكانك تبني بلوك ثاني تظبط لها. على بامكانه يبني بلوك ويظبط هذا البلوك ويحط فيه ويحطه من 1 ل 6 او يحطه اللي بده اياه. اوكي ماشي، واضحه هاي؟